السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Immunohematology Made Easy، وبدأنا المحاضرة السابعة في المقطع اللي فات، واللي هيكون كلامنا فيها عن الانتيبادي Identification. وقلنا إن إحنا عشان نحاول نفهمه بنجاوب على 3 أسئلة: إمتى وليه وإيه هو. واتكلمنا عن when why، والنهاردة إن شاء الله نحاول نجاوب عن السؤال الثالث what. في البداية، احنا بنعمل الاختبار ده ليه؟ وبنعمله ازاي؟ اولا، احنا بنعمل الاختبار ده بسيلز معين احنا عرفنا ليه في المقطع اللي فات. عرفنا امتى، يعني عرفنا امتى وعرفنا ليه. طيب، بنعمل الاختبار ده بقى بسيلز معينة، وبنسمي السيلز اللي احنا بنشتغل بيها دي بانل سيلز. ولما اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الانتيبادي ديتكشن، قلنا ان احنا بنعمله باتنين او بتلاتة وساعات باربعة سيلز، وبتكون فاصلتها ايه؟ او سيلز، وبتكون كمان ايه؟ فينوتايبد بالكامل لأهم الانتيجنز اللي احنا محتاجينها، وبيعتبر الايدنتيفيكيشن امتداد للانتيبادي ديتكشن. فالبانل ده برضو بيكون عبارة عن او سيلز، وعرفنا قبل كده طبعا ليه، وعددها حوالي كام؟ من 8 ل 20، بس غالبا بتكون حوالي كام؟ 11 سيلز، يعني دي اغلب البانلز. وكل سيل منها بيكون معمول لها طبعا فينوتايبد بالكامل، والفينوتايبد بتاع السيلز بيكون مكتوب في شيت معين هنشوفه ان شاء الله بعد كده. ولما يكون الانتيجين موجود على السيلز بيكون مكتوب في الشيت بوزيتيف، ولو الانتيجين مش موجود على السيلز بيكون مكتوب نيجاتيف، وهكذا. تمام كده؟ طيب، لو جيتوا بقى حضراتكم بصيتوا معايا، هنلاقي ان ده ايه؟ ده كده البانل سيلز بتاعت الايدنتيفيكيشن. يعني مثلا الشركة اللي هي حضرتك بتجيب منها البانل ده بيكونوا كام؟ حوالي 11 سيلز زي دول كده، من 11 متبرع زي ما قلنا. ومع البانل اللي بيجي ده بيكون معاه حاجة اسمها شيت أو انتيجرام، وبيكون بالشكل ده. ده كده ايه؟ الانتيجرام. وده بيجي مع كل بانل، يعني كل بانل بيكون ليه الانتيجرام الخاص بيه. طيب، نيجي نبص لأول جزئية في الانتيجرام ونوضحها إن شاء الله. هنا في الشمال هنلاقي الترقيم كام؟ من 1 ل 11 بالشكل ده، يعني على قد السيلز اللي هي جاي. وجنب الأرقام دي بنلاقي إيه؟ اللي هو الـ RH، اللي هو الجينوتايبنج بتاع الـ RH سيستم لكل متبرع منهم. يعني مثلا السيل اللي هي 1 بتكون إيه؟ الجينوتايبنج بتاعها Big R1. والسيل مثلا 3 بتكون إيه؟ Big R2. ورقم 7 مثلا بتكون ايه؟ small r. واخر صف خالص كده تحت بيكون مكتوب عليه ايه؟ BC، اللي هو ايه؟ اختصار لبيشن سيلز. وده عشان لو عملناه له فينوتايب للمريض يعني نفسه بنسجله، وده هنشوفه بعدين ان شاء الله. وفي الانتيجرام من فوق كده بشكل افقي
هنلاقي مكتوب اهم البلوت جروب سيستمز والانتيجنز اللي فيهم او اهم انتيجنز فيهم. يعني من البداية كده لو بدأنا من الشمال، اول سيستم معانا اللي هو ايه، اللي هو الار اتش، وهنلاقي ايه الانتيجنز اللي مذكورة هنا في الانتيجرام، البيج دي، البيج سي، البيج اي، السمول سي، السمول اي، الاف، السي دبليو، تمام. وبعد كده هنلاقي انتيجن اللي هو ايه، اكس جي اي، وبعد كده الكيل سيستم، وهنلاقي فيه ايه، بيج كي، سمول كي، كي بي اي، كي بي بي، جي اس اي، جي اس بي، وبعد كده ضافي سيستم اف واي اي، اف واي بي، وبعد كده الجيت سيستم اللي هو الجي كي اي والجي كي بي، وبعد كده البي 1، وبعد كده اللوثيرن ال يو اي وال يو بي، وبعد كده الام ان اس سيستم، البيج ام والبيج ان والبيج اس والسمول اس، واخر حاجه لويس سيستم اللي هو ايه، ال اي اي وال اي بي، تمام كده. وقلنا ان الانتيجين لو موجود على السيلز فبنكتبه ايه، بوزيتيف، ولو مش مكتوب بنكتب نيجاتيف او 5 بالشكل ده. وفي بعض الحاجات لو ما اتعملش بنكتب داش بالشكل ده او ان تي، يعني نوت تيستد، يعني ما اتعملش للانتيجين ده او للحاجه دي، يعني فينوتايب. طيب لو جينا بقى نشوف الكلام ده في الانتيجرام، مثلا في سيل 1 بشكل افقي كده، هنلاقي ان السيلز دي او المتبرع ده معمول له فينوتايب طبعا بالكامل بالشكل ده، وهنلاقي عنده حاجات بوزيتيف وحاجات نيجاتيف. يعني من الشمال كده هنلاقي على السيلز بتاعته عنده بيج دي وبيج سي والسمول اي والسي والسي دبليو وهكذا، دي اللي موجودة على السيلز بتاعته. طيب وفي حاجات مكتوبة نيجاتيف، يعني الانتيجنز دي مش موجودة على السيلز بتاعته، زي ايه، زي البيج اي وزي السمول سي وزي الاف وهكذا. وبنطبق الكلام ده بقى في باقي السيلز اللي موجودة في البانل. في الجزء بقى اللي في اليمين ده من الانتيجرام، ده اللي بنكتب فيه نتائج الاختبارات اللي طلعت معانا بعد الرياكشن قدام كل سيل من البانل. يعني نتيجة الاختبار مع السيل اللي هي 1 بنكتبه قدامها والتانية قدامها وهكذا. طيب بنعمل ازاي بقى الاختبار ده؟ سهل جدا ان شاء الله. هو عبارة عن اختبار توافق بين بلازما العينة و11 سيلز، يعني اكننا بنحضر للمريض 11 كيس كرات دم، وبنعمل ايه، 11 اختبار توافق، وقدام كل سيل بنكتب النتيجة، تمام لحد كده. طيب ونقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة، إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.